للمرة الأولى منذ توليه رئاسة حكومة العراق تحط طائرة عبد المهدي مع أغلب أعضاء حكومته المستقيلة في أربيل يبحث عن دعم بعد 100 يوم من الاحتجاجات الشعبية التي دفعته للاستقالة. ضغط شعبي وأزمة إقليمية تصاعدت حدتها بين واشنطن وطهران على أرض بلاده، مشاكل يحاول عبد المهدي إيجاد مخرج لها من خلال استمالة الكرد لعودته للسلطة. عندما نتحدث اليوم عن زيارته إلى أقليم كردستان في هذا الوقت فهي بالتأكيد تؤدي إلى الحصول على دعم الجانب الكردي، باعتبار أن يعني المكون الكردي أو الأطراف الكردية هي أطراف مؤثرة في القضية العراقية. هذه هي النقطة، والنقطة الثانية هو ملف التحالف الدولي. لا يعارض الكرد عودة عبد المهدي للسلطة، لكنهم في الوقت ذاته لا يتفقون مع الأطراف الشيعية الداعمة لحكومته التي تدفع بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وتعتبر وجودها كجزء من التحالف الدولي يساعد في عدم عودة داعش. عبد المهدي لم يغادر العاصمة بغداد منذ أن صوت البرلمان على قبول استقالته في 1 ديسمبر الماضي، حيث تحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، وتمارس عملها في ظل أزمة عدم التوصل إلى ترشيح شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة. في ختام زيارة أربيل يغادر عبد المهدي إلى السليمانية سعيا للحصول على مزيد من الدعم يؤهله لإعادة انتخابه كرئيس للوزراء، ولكن تلك المساعي تبقى رهن الحراك الشعبي الذي يغلي في الشارع العراقي. طيب الفهداوي، الغد أربيل.